بغداد؟ عندنا مداخل بغداد مهمة جدا. بغداد مداخلها ما تليق بيها لا بسمعة بغداد ولا تليق بالزار لبغداد ولا للساكن لبغداد حقيقة. لما يعني تدخل بغداد كأنما داخلين في مدينة عبثية، محتاجين مشاريع. بوابات بغداد نخلص منها بأسرع وقت. تعرف بعض المشاريع وزارة الإسكان تقوم بها وبعضها تقع على عاتق المحافظة، نحاول حل موضوع المحافظة، لكن ما يقع من عاتق ومسؤولية على وزارة الإسكان أتمنى عليه يخصنا بأسرع وقت، بخصوص خط بسماية بغداد وخط ديالة بغداد. أعتقد صار تحت مسؤوليتكم الآن، فالمطلوب أنه شلون ننفذهم بأسرع وقت. نحتاج ننطي أمل، هاي المشاريع الصغيرة تنطي إحساس بالأمل ترى المواطن. المواطن شلون يقارن؟ ليش يتذمر؟ يتذمر مش فك وصاخة شوارع ما تليق بالعراق ولا تليق بالمواطن، فيصير عنده إحساس بالإحباط ويكون سلبي تجاه أي خطوة.